السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مثال تانية. أوجد وقال لنا إيه؟ أوجد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة العطل 0 0، أي وطول، وكان طول القطر بيساوي 6 جذر 2 وحدة طولية. ثم اثبت أنها تمر بالنقطة اللي هي جذر 2 ناقص 4. الحل معادلة الدائرة بيساوي إيه؟ بتساوي س تربيع زائد ص تربيع بيساوي نقطة تربيع. ليه؟ لأنها بتمر بنقطة الأصل اللي هي 0 0. أي س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 6 جذر 2، ده دول القطر، بتساوي 6 جذر 2 على 2، وإيه الكل تربيع، لأن س تربيع زائد ص تربيع بيساوي نقطة تربيع، يبقى 6 جذر 2 على 2 الكل تربيع بيساوي 3 جذر 2، الكل تربيع بيساوي 18. يبقى هتطلع المعادلة س تربيع زائد ص تربيع بيساوي ايه؟ 18. عشان نعرف النقطة دي اللي هي جذر 2 وناقص 4 بتمر بيها، هنعوض عن س وص بيها، يبقى بالتعويض بالنقطة في الطرف الأيمن من المعادلة هنقول جذر 2 تربيع الكل تربيع وزائد ناقص 4 الكل تربيع، يبقى جذر 2 كل تربيع هيطلع 2، وناقص 4 الكل تربيع يبقى 16 بيساوي 18. هنلاقيه بيساوي ايه؟ المعادلة الأولانية الأساسية اللي هي فيها ايه؟ اللي هي س تربيع زائد ص تربيع بيساوي 18، جبناها في الأول هي نفس ال 18، يبقى يساوي الطرف الأيسر بيساوي الطرف اللي هناك الأيسر نفسه، والنتيجة بتساوي النتيجة، يبقى النقطة زائد جذر 2 ناقص 4 بتمر بالدايرة. المثال اللي بعدها، أوجد معادلة الدايرة